أنا الدكتور أحمد الشريف، عميد كلية علوم جامعة القاهرة. والله هو الإقبال يعني معقول، لكن أعتقد إن العام الماضي كان الإقبال أكبر من كده. لا، جامعة القاهرة حضرتك حريصة كل عام على إن هي تشارك في مؤتمر التعليم العالي، لا يتدخل مصر فقط ولكن كمان خارج مصر. إحنا سبق لجامعة القاهرة إن هي شاركت في مؤتمر التعليم العالي بنيجيريا، وده رغبة من جامعة القاهرة المساهمة في جذب الطلاب الوافدين طبقا المنظومة السياسية اللي بتتخذها الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه سيادته أولى اهتمام خاص بالطلاب الوافدين وخاصة الأفارقة، والعمل على تشجيع هؤلاء الطلاب وإجراء كل التسهيلات لاستقبال الطلاب الوافدين من كافة دول أفريقية. هي جامعة القاهرة حضرتك حريصة جدا على تحسين جودة العملية التعليمية وربطها بالواقع، وربط الطالب في مراحل التعليم الأولى بالصناعة أو المهنة، مما يؤهله ويساعده بشكل أفضل لسوق العمل ويساعده على بناء شبكة علاقات تعده للحياة المهنية. فالجامعة بتعمل دعم كبير جدا في تقديم بحوث علمية متطورة تفوق إمكانياتها أو الإمكانيات المتاحة للجامعة حاليا، وبتعمل شراكة مع كثير من الجامعات الأوروبية، وهي حتى عندها بنش مارك. هي جامعة القاهرة بتبحث عن شراكة مع التوب 10 يونيفرسيتيز على مستوى العالم، وبتعمل اعتماد برامجي دلوقتي لأغلب البرامج على مستوى كافة القطاعات، سواء الطبية أو الهندسية أو الاجتماعية، وحتى المعايير الأساسية للاعتماد اللي هي المعايير العالمية. وده بيكون لي عائد كبير جدا على الطالب المصري او الطالب الخريج جامعه القاهره، بحيث ان هي تؤهله ليس لسوق العمل المحلي ولكن ايضا لسوق العمل الدولي. تنظيم الاعرب ما شاء الله حاجه ممتازه جدا، والقائمين على المعرض انا بشكرهم طبعا على هذا التنظيم الرائع، وكل القائمين على العمل. واتمنى ان شاء الله باذن الله، هو طبعا انا عايز اقول ان المعرض توقيته مناسب جدا خاصه بعد ظهور نتيجه الثانويه العامه، لكن انا كنت اتمنى ان انا لما عملت جوله في المعرض انا مش لاقي دول العربيه والافريقيه مشاركه. انا كنت اتمنى ان احنا نجيب برضو الدول العربيه تشارك بجامعاتها عشان ندي حريه وفاسيلتي اكتر للطالب للاختيار من اي برامج متعدده على مستوى الوطن العربي.